السلام عليكم متابعين اعرف صح مع رامي. بصوا يا جماعه هقول لكم على حاجه مهمه جدا جدا. لو انت بتنزل جيم علشان تنزل الكرش او عشان تعمل فورمه الساحل او عشان تعجب صاحبتك او عشان تليق في التيشيرت، اقعد في بيتك وما تنزلش جيم. عشان نبقى متفقين بس من الاول، اللعبه دي ما بيكملش فيها، ما بيحققش فيها هدفه الا اللي فعلا عايز يبقى حاجه، مش عشان يبقى شكله حلو في التيشيرت ولا عشان يروح بالسيكس باكس في الساحل. لا، دي لعبه محتاجه مجهود، محتاجه رجاله، محتاجه اراده، محتاجه مصاريف، محتاجه كل حاجه، محتاجه كل خليه في جسمك، كل خليه في تفكيرك. مش بس انك عشان تعمل حاجه معينه تقعد تتمرن شهرين وتقوم مريح وترجع تاني ومريح، لا خليك مريح على طول. يا اما العب شطرنج بقى ولا العب بينج بونج، ما تلعبش لعبه كمال اجسام. لازم يبقى عندك اراده، واراده تبقى طويله الامد لسبب واحد. لو انت بتحلم انك يبقى عندك سيكس باكس اول ما هتعملها هتقعد، بس لو انت بتحلم بشيب كويس بصحه كويسه هتفضل تسعى طول عمرك انك تعمل الشيب ده. بعد كده سقف طموحاتك يعلى فتعمل شيب احسن، ويفضل ويفضل سقف طموحاتك يعلى لحد ما توصل للانهائيه زي ما بيقولوا، وما بعدها كمان على راي باز يطير. فانت لازم 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 ما تحطش هدف قصير وتمشي عليه، لا لازم يبقى هدفك مفتوح مفتوح. يعني انا مثلا في اللعبه دي من وانا عيل صغير شايف، انا اقول لك ايه، شايف ارنولد، شايف فيليكس ويلر، شايف روني كولمان، ودلوقتي شايف ناس كتير ابطال. انا عايز ابقى كده، مش عايز ابقى عندي بنج وعندي باي وتراي وخلاص واقول انا عملت العضلات اللي انا عايزها وخلاص واقعد بقى وابقى بكرش تاني، وعشان واقعد ابص لصوري واتحسر والاقي نفسي يجي لي احباط واقعد. لا لا، لازم تحلم بالاعلى والاعلى، وكل مره سقف طموحاتك يعلى، وكل مره تسعى اكتر وتتبهدل اكتر وتتعب اكتر، وتغير يا اخي عشان نفسك، عشان نفسك، عشان صحتك، مش عشان صاحبتك، مش عشان التيشيرت اللي انت بتلبسه، مش عشان السكس باكس في الساحل وتعمل لك باي وتراي حلوين تتعايق بيهم. لا، لازم سقف طموحاتك يبقى اعلى واعلى. يا اخي بص في السماء، قول انا عايز ابقى زي البيج ران، قول انا عايز ابقى زي فيل هيث. لازم يبقى طموحك بلا حدود، انما لو انت طموحك بقى ليه حدود عمرك ما هتنفع في اللعبه دي. ولازم تعرف ان مفيش بناء عضلي في شهر ولا اتنين ولا تلاته ولا ست شهور ولا حتى سنه. لا، في ناس بتقعد 10 و15 سنه عشان تبني عضلات. انا قعدت 25 سنه ببني عضلات ما وصلتش، بس انا بوصل، بحاول اوصل طول ما انا عايش وطول ما انا فيا صحه هقعد اوصل. يا جماعه بعد اذنكم، لعبه كمال اجسام لعبه النفس الطويل، لعبه الطموح، لعبه انك تتمرن سنه واثنين وعشرة وعشرين وتفضل تتمرن لحد ما تموت. وريت ما كنتش طولت عليكم، وريت تشتركوا في القناه، تعملوا سبسكرايب، واعرف صح مع رامي، اعرف صح تستفيد صح. السلام عليكم.